الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: وكذلك استحسان عقلك ليس من أحسن الله إليكم وكذلك استحسان عقلك ليس من جمل الأدلة يا فتى في الشرعة. نعم، لا مدخل للاستحسان في التشريع، فليس كل شيء يستحسنه عقلك وتستجمله روحك ونفسك يكون حقيقا، بل لا بد أن يعرض استحسان عقلك أيضا على أدلة الكتاب والسنة. وهذا غالبا ما يعرض للعباد والعلماء، كما ذكرت لكم أغلب هذه الطرق غالبا ما تعرض للعباد والعلماء. فإذا رأى العالم حسن قول من الأقوال فليس مجرد حسنه في نفسك دليلا على رجحانه في ذاته. فإن قلت ولماذا لم تجعل الاستحسان دليلا لمعرفة المشروع من الممنوع، نقول لأن الاستحسان ليس بمتمخض في الحق. فكم من إنسان يستحسن أشياء باطلة؟ أترى الصوفية يذبحون عند القبور؟ إنما يفعلونه استحسانا. يدعون الأموات من دون الله؟ إنما يفعلونه استحسانا. ألا ترى إلى الرافضة كيف يضربون أنفسهم بالحديد والسكاكين حتى تخرج الدماء على ثيابهم وتقطر على الأرض، وهم يفعلونها تعبدا واستحسانا. فإذا ليس كل استحسان يصدر من العقل أو من النفس والروح يكون حقا. لماذا؟ لأنه ليس بمتمخض في الحق. فبما أنه ليس طريقا متمخضا في معرفة الحق، فإذا لابد أن يعرض على أدلة الكتاب والسنة. فما وافق أدلة الكتاب والسنة مما تستحسنه فاحمد الله عز وجل ودن لله به، ليس لأنه استحسانك وإنما لأنه وافق الحق. وما خالف الحق من الاستحسانات فاطرحه من عقلك وأخرجه من نفسك وروحك واسلم منه، والله أعلم.